لقد سمعت كثيرا من الحكايات عن الجزر العمانية، وقرأت بعضا منها في كتب الرحالة والجغرافيين. إنها بشكل عام حكايات تحذر البحارة من الاصطدام بتلك الجزر، لكنها لم تحكي لنا طبيعة الحياة فيها. لهذا قررت القيام برحلة استكشافية لرؤية ما لم ترويه تلك الحكايات. سأبدأ الرحلة من محافظة مسندم، أولاً لأن جزرها وردت كثيراً في الحكايات، وثانياً لأنها تتوفر على أكبر عدد من الجزر العمانية. نحن نتجه الآن صوب جزيرة مسندم. يعرف هذا الممر بفك الأسد، هنا يلتقي الخليج العربي، ومن هنا كان أجدادنا البحارة يعبرون فيما بين البصرة والهند إلى الصين وشرق أفريقيا، عائدين بالثروات من حرير وأخشاب وتوابل، مقابل البخور والتمور والأسماك المجففة. هذه إذن جزيرة مسندم. نعم، إنها كبيرة الحجم، هكذا تعتبرها كتب الجغرافيا، ولكن ما هذا؟ لم يذكر لي أحد من قبل أنه لا يمكن الرسوب عليها، إنها بلا مرفأ. عندما تعبر ممر فك الأسد باتجاه الخليج، ستلاحظ على مد البصر كتلة صماء. إنها جزر سلامة وبناتها، تلك التي طالما حذر منها بحارة زمان. يظهر أن معظم جزر مسندم ذات جروف حادة، لهذا السبب لم يروي لنا القدماء عن حياة الجزر، لأن أقدامهم لم تطأها أبداً. دليلي إلى هذه الجزر إخصائي بيئة، إنه عبد السلام الكمزاري. لقد فوجئ بقارب الغوص هذا، وأصر على التأكد من صلاحية تصريحه البيئي، إذ لا يسمح بالغوص هنا إلا عبر مراكز سياحية، فالتيارات المائية قوية جداً، بحيث يخشاها حتى الصيادون المتمرسون بهذه الأماكن. يظهر أنني لن أكون وحيداً هنا، وسأسمع مزيداً من الحكايات. هؤلاء الصيادون لهم أسلوب مبتكر، إذ يختبئون هنا في هدوء تام بانتظار إشارة من أعلى الجبل من مكمن الصياد. مهمة المراقب متابعة تحركات الأسماك وتوجيه الصيادين إلى أماكن نصب الشباك. الله يا الهود، يا الهود، يا الهود، يا الهود، يا الهود.
قبل مغيب الشمس يعود الصيادون إلى قراهم الشاطئية مثل قرية كمزار. إنها أشبه بالجزيرة، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القوارب. نمط الحياة هنا بسيط للغاية، ولعله تقليدي أيضاً. عزلة المكان في كمزار والقرى المشابهة عززت روح الألفة بين الساكنة. إنهم عائلة واحدة كبيرة استقرت هنا طلباً للصيد. إنه موسم السردين. الآن يأخذون صيدهم إلى الشواطئ المعزولة لتجفيف السردين، وهي عملية تحتاج بالتأكيد إلى مهارة النساء، حيث يقمن بنشر السردين تحت أشعة الشمس لاستخدامه بعد جفافه علفا وسمادا. البتيل طبعا في هذا سفينة قديمة، يعني قبل لا يكون لنجات ولا يكون قوارب، يعني مئات السنين هذا أجدادنا وأجدادنا عملوا في هذا البتيل. هذا طبعا السفينة الرئيسية، هذه اللي ينقل الناس بأغراضهم بمعداتهم من كمزار إلى خصب. طبعا عندهم رحلة الشتاء والصيف، في الصيف يكونوا في خصب والشتاء يكونوا في كمزار. البخور طبعا فيه نوعية من الاعتقادات الموجودة عندهم، الأساس أنه يكون موقع سحب الشبك أو مؤخرة الشبكة، هذه مثل ما تقول الكيسة والمحصولة هذه، بحيث أنه ما ينجرح بعين أو حسد أو كذا، يكون هذا يكون واقع أو شيء يرد الحسد هذا عن السمك الموجود في الشبكة. السلام عليكم، كيف الحال؟ إذا نظرنا إلى قمم الجبال في جزر مسندم، سندرك بالتأكيد من هم السكان الأصليون لهذه الجزر. جزيرة أم الطير مثلاً تعتبر مأواً لتعشيش العقاب النساري، وهو نوع واحد في العالم يضع بيضتين أو ثلاث نهاية العام. يتواجد في عمان عدد كبير من الطيور يصل إلى 400 نوع، بعضها زائرة تتناسل هنا وأخرى زائرة صيفية أو شتوية. وفي مواسم الهجرة والتزاوج عادة ما تزدحم الجزر بسكانها من غير البشر. من بين أكثر من 10 جزر في مسندم، توجد 3 فقط يمكن النزول إليها. بعضها مثل جزيرة أم الغنم استغلها الصيادون كمراعي لأغنامهم، إذ كانوا يتركونها فوق الجزر معزولة
عن الحياة المفترسة. أما جزيرة تلغراف هذه فقد كانت محطة مهمة في خط إدارة التلغراف الهندي الأوروبي، إذ كانت تستخدم لإعادة تكرار المراسلات البرقية التي تمر عبرها، إلى أن تم الاستغناء عنها عام 1868. الموقع هنا مميز، فقد كان هذا الخور ملاذاً للسفن من العواصف البحرية ومكمناً لمراقبة سفن الأعداء. البحر شبه مستقر اليوم في شاطئ السواتي، وهذا يعني أنه بإمكاني قطع المسافة إلى جزر الديمانيات في أقل من 40 دقيقة. تعتبر جزر الديمانيات محمية طبيعية، وهي تضم 9 جزر. تعشش هنا أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة والمستوطنة، وفي البيئة البحرية لهذه الجزر تتكاثر أنواع من المرجان وأسماك الشعاب المرجانية. الساعة الآن 2:00 PM. هناك سلحفاة قادمة، إنها من نوع الشرفاف المهددة بالانقراض. جزر الديمانيات محطة نادرة لتعشيش الشرفاف. أعتقد أنها حفرت في تربة صخرية. نعم، لن تواصل، إنها ترحل. هذا مؤلم بالتأكيد. مزاجها غير مناسب، لكن المختصين لن يتخلوا عن مهمتهم. يعني أنها الزيارة الأولى لهذه السلحفاة. حتى وإن رحلت ستعود ثانية، إذ لا يمكنها الإبحار بعيدا وهي محملة بالبيض. فمحطة التعشيش التالية تقع في بحر العرب، أي على بعد مئات الأميال البحرية.
ديمانيا اثنين، ديمانيا اثنين، ديمانيا واحد. يقيم في المحمية طاقم مختص مهمته حماية الحياة الفطرية والإشراف على تصاريح الزوار وإرشادهم إلى أماكن الإيواء وكيفية الاستفادة من مفردات المحمية لئلا تتأثر بنشاط الزوار. لم تكن جزيرة محوت عرضة لاصطدام السفن. إيقاع المد والجزر هنا مختلف تماما، فهي وإن كانت على بحر العرب إلا أنها قريبة جدا من اليابسة، والمياه ضحلة، مما يضطر سكان محوت إلى العبور راجلين في وحل عميق مليء بالأصداف الحادة. كانت الجزيرة ميناءً لنقل المسافرين القادمين من وسط عمان، وأيضاً محطةً لتزويد السفن بالمياه العذبة والمؤن الغذائية. جزيرة محوت توفر بيئةً مثالية لتكاثر الروبيان، وموسم صيده فقط فيما بين سبتمبر ومارس. أما الآن خارج الموسم فهناك خيار البحر. إنه كائن رخوي لا يوجد خارج محوت ولا يستهلك محليا، إلا أن تصديره مربح. يحتوي خيار البحر على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة، وهو كائن صديق للبيئة حيث يعيش ملامسا للتربة، مما يؤدي إلى تقليبها وتجديدها لئلا تتصلب وتنعدم الحياة فيها. لما تصيدوه في شيء، لا ما في شيء، ما في شيء ريول، بس كذا يوم نصيد يوم كذي شيء من الشيء يوم كذي عود الحين الحين طب عنده ضربة الشمس وطبخه استوى يوم كذي الأول يوم هم هنا قالوا لي رقم واحد الشكل يعني اغلى الشكل الثاني الشكل الثاني هذه اغلى. بس انتم ما حاولتوا تسالوا وتبحثوا عنه هذا ايش هو بالضبط، معلومات علميه عنه؟ لا والله ما سالنا. بس انا يعني شيل موطيني في وان مجتمع الصيادين يفرض على المرأة عبئاً مضاعفاً، فغياب الأب لفترات طويلة في عرض البحر لن يملأه إلا أم حنون. يعني رجال الجرجوية هم اللي ما يشيلوش هم. نبو لما مال ما حزنش عليه بالشكل ده. طب يا أخونا ما تشكر سيتي عشان ساعدوا فينا. عسى حضرك النبي هاي تبك هاي هاي عسى حضرك النبي نحن هنا في مرسى شنة. ستنقلنا هذه العبارة
إلى جزيرة مصيرة، أكبر الجزر العمانية على الإطلاق. الخط البحري بين شن ومصيرة يعمل على مدار اليوم. بصحبتنا في هذه الرحلة بعض سكان الجزيرة وعدد من الزائرين بالتأكيد. فمناخ الجزيرة لطيف على مدار العام، وتؤوي مياهها أكبر عدد من السلاحف المعششة من فصيلة السلحفاة الرمانية في العالم. تعتبر جزيرة مصيرة من أغنى المصايد السمكية في عمان. طال عمرك هذا كان يجي لينك هني ليب بضايع، وهذه الملز الميناء القديم، وهذه اللي كان ينزلون منه، ينزلون على القوارب الصغار ننزل منه، ما كان هني شيء ميناء. هذه يخدموه عاد عني جديد هذا الميناء، وكان اللي هو الوحيد الدكان كم ديكر مداس الذي ننزل فيها بضاعة. لكن أول كيف كان يتكلموا الشيوبة عن لأن القطار انت ما لحقت على القطار؟ لا على الماكينه نروح ما لحقنا. أيوة. بس لحقنا عنها القطع ندفن من هناك من الدفاع الى هنا اللي هم طريق، لحقنا على الطريق. لكن الشياب يقولوا انه كان له ماكينه. ها الماكينه كان يشيل الركاب. يجب أن أدون هذا، فطوال الأيام السابقة كنت أعبر إلى الجزر فوق موج البحر، لكن هذه الرحلة إلى جزر الحلانيات جاءت مع اقتراب موسم الخريف، حيث يزداد هيجان البحر فيما بين أبريل وسبتمبر. تقع جزر الحلانيات في العمق من بحر العرب، وتتكون من 5 جزر أكبرها الحلانية، وهي الوحيدة المأهولة بالسكان الذين يزيد عددهم الآن عن 300 نسمة بقليل. كانت هذه الجزر على الدوام مثار اندهاش بحارة السفن العابرة، وقد كتب عنها عدد من الجغرافيين والرحالة الأوروبيين. في العام 1859 انهمكت 52 سفينة لنقل سماد الطيور من جزيرتي الجبلية والحاسكية. Yeah.
أرشدني سكان الحلانية إلى الشيخ عبد العزيز، إنه في العقد السادس من عمره ويحتفظ بذاكرة جيدة عن الحياة هنا. والله أنا بخبرك عن أهلنا، والدي وأجدادنا اللي بيخبرونا ومستفهم عنهم المعلومات. الجزيرة أول كانت تقريبا اسم حرمة، كانت تستخدم بس في الجزيرة القبلي، وهذه الشركة الحرمة هذه اسمها كيريميري، بعدين الغرب سموها كوريموري. هذا نحن ما نعرف، المواطنين أو الناس الثانيين يعرفوها كيريميري، يسموها كوريموري، وهي أصلها اسمها الأساسي اسمها الحلانية. نحن كان عندنا هواري ما الغادوف، هواري صغار ما الغادوف، ما نستعملهم إلا بعد الخريف. بعد الخريف يكون البحر هادي، نروح نصطاد للبحر ونجففه بالسمك الملح بالمالح. بعدين نصدره لوين؟ لأفريقيا، نتعاملين مع الناس في أفريقيا، سواحل حنسميها سواحل. نعم، نعطيهم السمك المالح هذا الجاف، وهم يجيبوا لنا أكل اللي يريدوا من الأكل، مثل الروز والسكر والهندي والذرة، ويجيبوا لنا سكر في تناك. زمان ماشي كان اسمه جواني تناكل، بس كيف؟ ونحن نوصيهم من هنا، نقول لهم أنا أريد هذا وأريد هذا، ويجيبوا لنا ميادير، هم يجيبوا لنا لطلباتنا حسب فلوسنا اللي موجود عندهم قيمة السمك. والله عندنا ماء أبار موجود لحد الآن. على هذاك الزمان شوف الأبار هذا يعني غدير، يوم يشربوا غدير. نحن في الجزيرة هذا ما حد يمرض إلا إذا ما بيموت، كان زمان ما شاء الله. هي السبب إن ما نسافر، نكون سنة كاملة ولا واحد يجي زكام. يسافر واحد يجيب زكام، يمرضون اللي موجودين هنا يتمون وما حد يسقي نفسه. أعترف الآن بأن ما لم ترويه الحكايات عن الجزر العمانية يتطلب منا اليوم شد الرحال إليها والاستمتاع برؤية الأراضي البكر مما لم يكتشف بعد.